من جديد أهلا بكم مشاهدينا. تستمر قوات النظام والطائرة الروسية باستهداف مدينة إدلب مركز المحافظة بالقذائف المدفعية والغارات الجوية التي أفرغت شوارع المدينة من سكانها الذين يترقبون ما ستحمله الأيام المقبلة مع استمرار القصف على أحياء المدينة. يوم جديد تستيقظ فيه مدينة إدلب على قذائف ومدفعية النظام التي تستهدف أحياء المدينة. حتى هذه اللحظة استهدفت أسواق وشوارع المدينة 8 قذائف مصدرها من مدفعية النظام في مدينة سراقب. بعد يوم دام وعنيف استهدفت فيه قوات النظام والطائرات الروسية شوارع وأسواق المدينة كما تشاهدون هنا. يعني الحالة المزرية فعلا في أسواق المدينة وركود كامل تشهده محال وأسواق المدينة التجارية بعد خوف وتخوف الأهالي من استهدافات متكررة. كما ذكرت الآن أيضا يوم جديد تستهدف فيه مدينة إدلب بقذائف صاروخية جديدة. هذه هنا منازل وأسواق وشوارع ومحلات المدنيين هنا في المدينة كما تشاهدون. يا أمم المتحدة، يا مجلس الأمن، يا شعوب العالم، وقفوا عن تحدوا أطفال عم تموت، نساء شردت، أطفال تهجرت. نحن ما منا معونات، نحن الحمد لله الله كيفينا، منا توقفوا عن تحدوا. إذن أيضا هنا أحد البيوت التي تم استهدافها بهذه القذائف الصاروخية التي كان مصدرها قوات النظام مدفعيتها في مدينة سراقب كما تشاهدون. حالة مأساوية مستمرة هنا في أحياء وشوارع المدينة. طبعا هنا كان يقطن عائلة نازحة من ريف إدلب الجنوبي. الأهالي اليوم تترقب مصير هذه المنطقة خصوصا مع تقدم قوات النظام السريع في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى تهديده الواضح لهذه المناطق بقذائفه المدفعية وغارات الطائرات التي تستمر بالاستهداف لهنا شوارع المدينة وأسواقها وبيوت المدنيين فيها. كما تشاهدون هنا الأهالي اليوم تترقب ما ستحمله الساعات القليلة القادمة. ربما أنا كنت بالسوق عم جيب لهم أغراض، فجأة وصلت على باب البيت ولا ضرب الطيران بيتنا، طلعوا النسوان والأطفال. الحمد لله في عنا إصابة. يعني ليش عم ضرب الأطفال هون؟ حيدوا النساء، حيدوا الأطفال. يعني ليش هالإجرام هذا؟ أطفال في البيت باركين بأمان فجأة بتطب فوقهم. اليوم الأسواق تشهد ركود واضح، الحركة المدنية معدومة في شوارع المدينة نتيجة كما ذكرت التخوف الواضح للأهالي من استهدافات متكررة. لتلفزيون سوريا مسلم السيد عيسى، مدينة إدلب. ولفتح النقاش في محور حلقتنا الثاني نرحب بمسلم السيد عيسى مراسلنا من مدينة إدلب عبر خدمة سكايب، ونرحب أيضا بعبد الرزاق عوض مدير غرفة الاستجابة العاجلة في منظمة بنفسج من مدينة إدلب، وأيضا نرحب بعبد الكريم العمر الناشط السياسي من مدينة إدلب، ونجدد الترحيب بأحمد عاصي الصحفي ضيفنا هنا في الاستديو. أرحب بكم جميعا وأبدأ معك مسلم. لو نتكلم أيضا بشكل أوفى عن الوضع داخل مدينة إدلب الآن، يعني شاهدنا مشاهداتك داخل المدينة، لكن هل هناك أي جديد حتى اللحظة؟ نعم، مساء الخير أصلا لك وللسادة المشاهدين. حقيقة اليوم مدينة إدلب على مدى 3 أيام الماضية تشهد يعني تصعيد عنيف وغير مسبوق. الجدير بالذكر أنه بدأت قوات النظام الموجودة في مدينة سراقب وأيضا سابقا في مدينة النيرب قبل سيطرة قوات المعارضة عليها باستهداف مركز المدينة بعشرات القذائف بشكل يومي. اليوم حتى هذه اللحظة 9 قذائف صاروخية ومدفعية سقطت على أحياء المدينة. هذا ما أدى إلى حركة ركود واضحة تماما في أسواق المدينة، إضافة إلى إيقاف أغلب العمل في القطاعات المنشآت الحيوية هنا في المدينة سواء الأفران أو المدارس، وتخفيف التواجد فيها من المدنيين خاصة أيضا القطاع الصحي والطبي. هذه التخوفات جاءت نتيجة المجازر المتكررة التي حدثت خلال 3 أيام الماضية أو ربما على مدى الأسبوع الماضي. قوات النظام لم يعني تتوقف عن استهداف مركز المدينة، إضافة إلى الغارات الروسية. ليلة البارحة استهدفت الطائرات الروسية مركز المدينة بغارتين أحدثت أو يعني كانت نتيجتها أكثر من 7 قتلى وأكثر من 26 مصاب، وبالتالي هذه كل الاستهدافات أدت إلى ركود فعلي وواضح في الحركة المدنية. نتحدث عن أكثر من 700,000 مدني مقيم في مدينة إدلب اليوم أصيبوا بشلل كامل وواضح في أحياء المدينة نتيجة كل التخوفات. أولا تقدم قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي المتسارع، وأيضا الاستهداف المتكرر قرب قوات النظام من مركز المدينة
يعني يجعلها هدفا واضحا خلال لتصفيات حسابات ربما او ل يعني بعد ردات فعل لقوات المعارضه. ابرز المناطق والمرافق المستهدفه مسلم، خاصه المراكز الصحيه، لو نتكلم عن هذا الموضوع. نعم، بالنسبة للمراكز الصحية استهدفت فيها مشفى أو مستشفى المحافظة، وهو أكبر وأهم مستشفيات المدينة بغارة روسية قرب من المستشفى، أخرجت جزء منه عن الخدمة ويعني أصابت المستشفى بضرر كبير. إضافة إلى القطاع التعليمي، ليلة البارحة أو يوم البارحة فقط استهدفت 3 مدارس متنوعة بين إعدادية وثانوية وأيضا روضة أطفال، ما أدى كما ذكرت إلى إيقاف العملية التعليمية بشكل كامل كما ذكرت مديرية التربية. وبالتالي هذه الاستهدافات يعني أوقف الحركة المدنية بشكل كامل. كما ذكرت مدينة إدلب نتحدث عن أكثر من 700,000 مدني مقيمين في المدينة، وبالتالي كل هؤلاء النازحين أو المقيمين في المدينة مهددة حياتهم بالخطر. كما ذكرت مع اقتراب قوات النظام للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى استهداف أو استمرار الاستهدافات المتكررة من المدفعية الثقيلة لقوات النظام وأيضا الطائرات الروسية، اليوم مدينة إدلب تشهد أجواء حرب حقيقية، يعني تسمع فيها كل أنواع الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات المعارضة والنظام، إضافة إلى كما ذكرت الاستهداف الدائم والمتكرر. طيب. سوف أنتقل إلى عبد الرزاق العوض مدير غرفة الاستجابة العاجلة في منظمة بنفسج. يعني سمعت المعلومات التي وافانا بها مراسلنا مسلم السيد عيسى، هناك أيضا استهدافات متعمدة للمرافق التعليمية والصحية والمدنية، هل لديكم إحصائية عن أبرز الاحتياجات بالنسبة لأهالي مركز مدينة إدلب بعد هذه الاستهدافات؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. بالفعل نهار البارحة كان يوم دامي في مدينة إدلب، خصوصا على القطاع التعليمي، حيث استهدفت القذائف مدارس ورياض أطفال، شلت الحركة التعليمية بالكامل في المدينة، وارتقى عدد من الشهداء، من هناك آنستان وعدد من الطلاب، وجرح عدد آخر. كما أخبرك مراسلكم مسلم، هناك الكثير من الأهالي والمدنيين يقطنون في مدينة إدلب. راقبنا اليوم الوضع داخل المدينة كعمال إنسانيين، لاحظنا حركة نزوح خفيفة من مركز المدينة إلى محيط إلى المزارع المجاورة، لكن هناك حالة من الخوف والترقب، شلل تام في المرافق العامة. طيب ما هي خطط المنظمات سيد عبد الرزاق في ظل هذا الوضع؟ بصراحة هناك يعني لا يمكننا أن نتخيل بعد كل حجم هذا النزوح الذي حصل من ريف المعرة وريف سراقب وريف جبل الزاوية مؤخرا وريف أريحة، لا يمكننا أن نتخيل أن مدينة يقطنها كل هؤلاء النازحون قد تنزح في أي لحظة. يعني هناك كارثة، سنسجل أكبر كارثة إنسانية في تاريخ الثورة السورية. لا أماكن، بكل وضوح، لا أماكن اليوم يلجأ إليها أهالي مدينة إدلب. حتى لو تفكر بعض العوائل في النزوح إلى ريف حلب الشمالي أو إلى الريف المجاور في إدلب، الآمن نوعا ما، لا يجدون، يسألون عن بيت أو يسألون عن أي مكان إيواء يقطنونه أو يلجؤون إليه، لا يوجد. فأنت تتوقع اليوم أن لجوء أو نزوح أهالي مدينة إدلب سيكون إلى العراء حتما. نعم. طيب أنتقل إلى السيد عبد الكريم العمر الناشط السياسي من إدلب، لو نتكلم عن جانب نظرة الأهالي لما يحدث في المعارك على الأطراف، إضافة للتصريحات الدولية والتركية التي تتكلم عن قرب حرب ومعارك بين قوات النظام والقوات التركية لربما، كيف يتلقى الأهالي هذه الأخبار؟ نعم، مساء الخير لك وللضيوف الكرام والأخوة المشاهدين. طبعا لسان حال الناس في المحافظة بشكل عام يعني يراقب ما يجري عن كثب في بعد تحرير بلدة النيرة وهي على مقربة من مدينة إدلب، ايضا المعارك التي تجري الان على بعد سيطره الثوار على مدينه بلده افس والتوجه نحو سراقب. طبعا هذا الامر يعني هو يعني يعطي الاريحيه للناس ومحاوله ابعاد قوات النظام
عن المدينة وعن الشمال، وبالتالي محاولة إعادة قطع الطريق الدولي، وبهذا الطريق M4 أو M5 الذي يربط بين دمشق وحلب، وبالتالي هذا أيضا يعني يكون قطع على النظام كل محاولاته من إعادة فتح الطريق، وهو فعليا يكون بذلك لم يستفد شيئا بعد إذا تمكن السوار خلال الساعات القادمة من السيطرة على سرافه. طبعا مجمل التصريحات الدولية التي تتحدث من تصريح الخارجية الأمريكي لوزير بومبيو بالأمس عن موضوع أدلب والدعم لتركيا، أيضا تصريحات الرئيس أردوغان اليوم، الكل يتابع ماذا سيجري خلال الأيام القادمة المتبقية بعد يعني ما تحدث به الرئيس أردوغان عن إعادة النظام السوري إلى خلف النقاط التركية، وبالتحديد إلى نقطة مورك طبعا، والحديث عن ايضا السقوط المفاجئ يعني لبلدات جبل الزاوية وسيطرة النظام على مناطق استراتيجية وهامة وتقدمه باتجاه الشمال ومحاولة الوصول الى طريق انفور الطريق أريحة الساحل، ايضا هذا يعني عامل قلق لدى الناس بشكل عام، يعني بذلك انه هناك اكثر من 900 الف نازح لن يستطيع العودة الى تلك البلدات التي سيطر عليها، خاصة ان ما بين اتفاق سوتشي وحد اليوم هناك اكثر من 1.5 مليون نازح من تلك المناطق التي تعرضت للقصف والتهجير. نعم. مع تدمير النظام أو سيطرة النظام على مدينة خان شيخون. طيب. يعني هناك حالة ترقب ماذا سيجري خلال الساعات القادمة، يعني ما يجري الآن على محور صراخي فعليا ربما يعني يعطي صورة واضحة أنه قد يحصل فعليا تفاهم ما سياسي على المنطقة الممتدة من أريحة باتجاه الجنوب. أعود إلى ضيف عبد الرزاق العوض. سيد عبد الرزاق، اليوم كيف تتحرك منظمة بنفسج والمنظمات الأخرى في حال قام النظام برفع مستوى التصعيد تجاه إدلب في الأيام القادمة انتقاما مما يحدث في سراقب وفي محاور أخرى؟ أستاذي الكريم، نحن خطط الإخلاء لدينا جاهزة لإخلاء من يطلب من العوائل نقلهم من مدينة إدلب إلى مكان أكثر أمناً. نحاول تجهيز مراكز إيواء جماعية لإيواء العوائل مؤقتاً من مدينة إدلب، تقديم لهم الاحتياجات الأساسية في حال لا سمح الله صعد النظام من حملته على المدينة. لكن أنت اليوم أمام عوائل فضلت العيش في بيئة غير مستقرة نسبيا كمدينة إدلب على سكن الخيم والسكن العشوائي في المخيمات، فأنت اليوم أمام 900 ألف مدني لا يحبذون السكن في المخيمات، اختاروا المدينة مدينة إدلب وهي غير آمنة نسبيا بالمقارنة بمناطق الشمال السوري، لكن فضلوا العيش فيها في بناء وجدران على العيش في المخيمات. هذه معضلة تواجهنا كمنظمات إنسانية، حتى لو هيئنا وكانت لدينا خطط لإنشاء أراضي اليوم ندرسها ومخيمات، نحاول استبدال الخيم بكرفانات لتأمين مكان إقامة للعوائل يليق بهم على تواضعه أيضا، لكننا سنكون في الحقيقة إذا استمر النظام في تصعيده داخل المدينة واضطر الأهالي إلى واضطررنا إلى إخلاء العوائل، سنجد أنفسنا وجميع المنظمات العاملة في الشمال السوري أمام شلل تام وعدم قدرة على تلبية احتياجات هذا العدد الكبير الذي سينزح من المدينة. نعم. أحمد عاصي، آتي إليك، كيف تتأثر المدينة خصوصا أنها مركز إدلب بالمعارك الدائرة بمحيطها؟ كيف ينعكس هذا الأمر عسكرياً على الأهالي والمناطق؟ نعم، يعني أصلاً الحقيقة يعني قوات النظام عندما يعني تمنى بخسائر في المعارك على جبهات القتال، يعني هذه الاستراتيجية قديمة تتبعها قوات النظام، تقوم بالانتقام من المناطق المأهولة بالسكان. الآن لم يتبقى يعني في منطقة ريف إدلب الشرقي وريف إدلب الجنوبي إلا مدينة إدلب، وهي مدينة يعني كبيرة وهناك أعداد كبيرة من سكان هذه القرى الجنوبية والقرى الشرقية جاءت إلى المدينة، وبالتالي يعني هناك تأثير مباشر على يعني تطورات المعارك سواء في سراقب أو في جبل الزاوية. حتى الآن يعني ما زال في بعض العوائل في قرى جبل الزاوية التي لم تصلها قوات النظام، يعني بدأت بالنزوح باتجاه الشمال وتحديدا إلى مدينة إدلب، وبالتالي هناك سيكون ضغط على المدينة بشكل أكبر، سيكون هناك عجز للمنظمات الإنسانية لتلبية احتياجات هؤلاء السكان الموجودين في مدينة إدلب.
وتحديدا يعني الاستهداف خصوصا سيكون حالة حركة النزوح كما تذكر، حركة النزوح من المناطق التي يسيطر عليها النظام، إضافة إلى أن هذا القصف يؤدي إلى نزوح آخر. يعني تماما عدة يعني حركات نزوح داخلية. قسم كبير من سكان مدينة إدلب، أنا ذكرت أنهم من ريف إدلب الجنوبي ومن ريف إدلب الشرقي، وبالتالي ستكون هناك حركة نزوح ثانية من المدينة باتجاه الحدود. غير النازحين من مناطق ثانية. إضافة إلى سكان المدينة، يعني الجهة الشرقية في مدينة إدلب هي قريبة جدا من خطوط المواجهات، وبالتالي هي معرضة بشكل كبير، يعني قذائف المدفعية تصل إليها بشكل مباشر. يوم أمس شاهدنا صواريخ محملة بالقنابل العنقودية استهدفت عدة مدارس وروضات للأطفال، وبالتالي وهناك كان عدد كبير من الضحايا، نتحدث عن حوالي 10 قتلى وأكثر من 26 مصاب، وبالتالي أي قذيفة أو استهداف للمدينة ستكون هناك مجازر كبيرة في حال قامت قوات النظام باستهدافها. وقوات النظام هي يعني لا تتورع باستهداف المدنيين، بل على العكس تماما هي تقوم بالانتقام من الأماكن المأهولة بالسكان والمزدحمة بالسكان عند خسائر لها في الجبهات القتال. مدينة إدلب تحديدا يعني تبعد الآن عن خطوط المواجهة أقل من 10 كيلومترات، إذا تحدثنا عن النيرب وسراقب وهذه المناطق، فهي يعني في مرمى مدافع قوات النظام في حال أنه أرادت الاستهداف المباشر للمدينة. طيب أعود إلى عبد الكريم العمر، اليوم في ظل الاكتظاظ السكاني وكما ذكر ضيوفي وكما سمعت هناك مشكلة وأعداد كبيرة من النازحين، هل لدى أي من التشكيلات المحلية الموجودة والتشكيلات الثورية أو حتى الفصائل العسكرية والمنظمات الإغاثية أي خطة لاستيعاب هذه الحالة المتردية في المحافظة اليوم؟ نعم، المنظمات الإنسانية العاملة بالشمال يعني هي شكلت غرفة طوارئ معروفة في منذ بداية حملة النزوح، لكن ضمن إمكانيات فعليا بسيطة ومتواضعة جدا. يعني حجم الدعم المقدم لهذه المنظمات فعليا لا يرتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية. الموضوع لا يحتاج حتى إلى تدخل منظمات محلية، إنما إلى تدخل دولي. هناك يعني نزوح كارثي، هناك عائلات لا تزال حتى اللحظة منذ أسبوع ومنذ 10 أيام تنافي سيارات لأنها لا تجد خيمة ولا تجد منزلا، حتى المنازل التي يعني ليست مكتملة البناء هي لها أبواب، ليس لها أبواب. حتى هناك عائلات سكنتها فعليا أو حتى المنظمات قامت بتجهيز ما يمكن من هذه الأبنية لإيواء بعض العوائل فيها. حتى يعني بشكل عام حتى المدنيين حتى ضمن إمكانيات الحرب الموجودة، يعني هون في يوجد حرب كارثية، هناك ضعف في كل مقومات الموجودة. رغم كل ذلك هناك محاولات حتى من الناس من الجهات من الفعاليات من أجل استيعاب موجود النزوح، لكن الأمر يتطلب فعليا أن تكون هناك يعني جهة واحدة فعلا تنظم هذه الأمور. بعيدا عن موضوع المنظمات، أنا أتحدث عن الفعاليات المدنية والهيئات السياسية الموجودة في إدلب، أن تكون هي جهة أيضا منظمة ومساعدة لهؤلاء النازحين. يعني الوضع الإنساني في المحافظة هو باعتقادي وضع كارثي لأول مرة منذ تاريخ الثورة، يعني يكون هذا الحجم من النزوح، هذا الحجم من المأساة. أرتال النازحين تصل إلى أكثر من 3 إلى 4 كيلومتر، أكثر من 200 أو 300 سيارة تجدها على الطريق العام الواصل بين مدينة إدلب ومدينة ومعبر وباب الهوى. يعني الوضع فعليا يتطلب تضافر الجهود، توحيد الجهود، أن تكون هناك جهة فعليا واحدة هي منظمة لهذا الأمر، جهة سياسية في إدلب تكون هي عبارة عن منضوية تحتها كافة الفعاليات والهيئات السياسية في المحافظة. أشكرك كثيرا عبد الكريم العمر الناشط السياسي، كنت ضيفا عبر خدمة سكايب من إدلب، وأشكرك أيضا مراسلنا من مدينة إدلب مسلم السيد عيسى، وأشكرك أيضا عبد الرزاق عوض المدير لغرفة الاستجابة العاجلة في منظمة بنفسج من مدينة إدلب، والشكر لك أيضا أحمد إسماعيل عاصي الصحفي ضيفنا هنا في الاستديو. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة، تفاصيل أوفى تجدونها على موقع التلفزيون الرسمي والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.